أهلا بكم مشاهدينا. القمر الصناعي محمد السادس ب هو ثاني قمر صناعي مغربي لمراقبة الأرض بعد القمر الصناعي محمد السادس أ الذي تم إطلاقه شهر نوفمبر من العام الماضي، والذي يستطيع التقاط 500 صورة عالية الوضوح يوميا وإرسالها مباشرة إلى مركز المراقبة قرب مطار الرباط سلا. سينطلق القمر الصناعي محمد السادس ب من قاعدة كورو التابعة لمنطقة غويانا الفرنسية المطلة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية بواسطة صاروخ إيطالي الصنع من طراز فيجا. عملية الانطلاق ستتم صباح اليوم الأربعاء في الساعة 2:42 بتوقيت المغرب والساعة 1:42 بتوقيت غرينتش، وستشرف على مهمة إطلاق القمر الصناعي مؤسسة إيريال سبيس الفرنسية المسؤولة عن تسويق واستغلال أنظمة الإطلاق الفضائية، وتعد هذه العملية التاسعة من نوعها للمؤسسة خلال هذه السنة والثالثة عشرة رفقة مؤسسة الصواريخ الحاملة فيجا عند بداية استغلالها في المركز الفضائي بغويانا عام 2012. وتقدر كتلة القمر الصناعي محمد السادس ب عند الإقلاع بنحو 1108 كيلوغرامات، ومن المتوقع أن تستغرق رحلته أي من ساعة إقلاع الصاروخ إلى انفصال القمر الصناعي عنه 55 دقيقة و21 ثانية. وبخصوص المهام، فإن القمر الصناعي محمد السادس ب جاء ليكمل مهام القمر الصناعي آ، وهو ما سيسمح بضمان تغطية أسرع للمناطق المعنية وبتطوير تكنولوجيا الفضاء في القارة السمراء وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة. وسيسمح القمر الصناعي الجديد بالقيام بعدة أنشطة تشمل الخرائط والمسح الطوبوغرافي وتهيئة التراب وتتبع الأنشطة الفلاحية والوقاية من الكوارث الطبيعية، إلى جانب تتبع التطورات البيئية والتصحر ومراقبة الحدود والساحل. وللإشارة، فإن تالس لينيا سبيس المسؤولة عن المنظومة وفرت التجهيزات التي تشمل الآلية البصرية والنظام الإضافي لنقل الصورة إلى جانب الشق الأرضي لمعالجة وإنتاج الصور، فيما تعد شركة إيرباص مسؤولة عن القمر الصناعي وإدماجه وتوفير أرضيته والتحكم فيه. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.